يخفى على خداوينا. فأي إنسان بيبقى طموح أكتر، يطمح يزيد، يطمح طبعا الفلوس او البتاع ده مش كل شيء. صحيح. اهم حاجه في الحياه انت تسيب بصمه. صحيح. وتسيب حب الناس ليك، حتى لو مشيت من البلد هنا يبقى الناس هتفضل في الحياه. أنا اشتريت على الإمارات اللي كان موجود من أجل 5-6 سنين. وأنا كنت طبعا في مصر شغال مدرس. وطبعا من الكلام الكتير على الإمارات وكده قلنا نحاول إن احنا نيجي يعني ونشوف البلد ونشوف اللي بيتقال عن البلد كده يعني. جميل. فعلا قررت إن أنا أجي خدت أجازة من مجال شغلي العمل. وقررت ان نادي كان اخوك الموجود هنا في التلفزيون الارضي كان شغال هنا بقاله كام سنه، وبعدين انا جيت عليه عملنا لي فيزا وجيت عليه على الارض. ومجرد وصولي عملوا لي الاقامه. جميل. طبعا انا لسه جاي ولسه واصل، خلاص ماليش خبرات بقى في المجال. فقلت له خلاص انا انت موجود خلاص انا هحطك. فبنعمل ايه؟ قاعد نبحث في البلد ده، تروح مثلا انا اسال عن مدرسه خاصه، اسال عن مجال في عملي بقى اقدم مثلا فيه او كده اشتغل، اروح اسال واحد يقول لي الفرص هنا بالنسبه للمدرسين قليله. حتى من ضمن الدرجات اللي مش عارف ايه، طب نستمر ولا نسافر ولا. جميل. طب لو تحدثنا بدايه باي عام كان دخولك الى الامارات العربيه المتحده لسعاده الحاج محمد؟ هو قبل سنه 2000. جميل. قبل سنه 2000. جميل. هو كان فيها موجود قبل مني بخمس ست سنين، وانا لما جيت يعني كان موجود مثلا قبل 2000 حاجه زي كده. جميل. طبعا انت بديت العمل مع اخوك الاستاذ حاج محمد، ثم ابتدات في مشروع المطعم، خاصه مطعم الامور. الامور. كيف كانت بدايته؟ كانت بدايته، والله ابتدينا فكرنا ان احنا ناخد مكان، وكان متوفق المكان، ونتابعنا كنا 2. طب المجال ده محتاج مثلا عماله ومحتاج راس مال كده. فبدينا ايه من الصفر، انا على سبيل المثال فضلنا محل على قدنا وجينا اشتغلنا وجينا نفتح يعني. انا كان معايا واحد بتاع فطير كنا جايبينه هيشتغل على فطير، قلت انا بقى اتخصص في المكان ده هنفتح فطير وكشري بس منتجين اثنين، كان البدايه بتاعتنا. جميل. طيب جبنا صناعه كشري وواحد بتاع فطير واثنين، وانا اللي كنت موجود في المحل، وكان اخويا بقى المفروض هو له في المجال ده، بس كان بيطلع تصوير بالليل ممكن يبقى باليمين بالنسبه للارضي. بعد كده بدا 3 ايام بالظبط صناعه الكشري مشي، انا ما كانش ليها في المجال. بدات مين هيعمل كشري؟ انا لسه بادئين. فبدات انا بقى بالتليفون، اخويا كان عنده فكره عن الشغل ده، اقول له طب انا اعمل ايه؟ بقى بالتليفون يقول لي اعمل مثلا ايه؟ حط مثلا حل الفلانيه، حط رز قد كده. جميل. اعمل كذا، هو مش موجود، انا عايز اشتغل. برنامج جمعة الاتحاد نتمنى لك المزيد من التقدم والازدهار اكثر واكثر. سعادة الحاج محمد، سعادة الحاج محمد، الان لو توجهنا الى الامارات العربية المتحدة، كما تعلم الامارات من بين دول العالم تنعم بنعمة الامن والامان في ظل هذه القيادات الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة.
نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لسعادة الحاج أبو محمد؟ وما هي رسالة الشكر التي يوجهها إلى شيوخ وحكام الإمارات العربية المتحدة بمناسبة نعمة الأمن والأمان؟ الحمد لله. أقول لحضرتك حين جيت البلد هنا حسيت بفروق كتير قوي. أنا كنت بسمع الإمارات كذا، لما جيت وعشت في البلد لقيت ما شاء الله. مش هقول لك عن الأمن والأمان إزاي، أقول لك عن في قانون. صحيح. أقول لك أنا مش حاسس إن أنا، هل أنا مواطن ولا مغترب؟ أنا مش حاسس بفرق. أنا فعلا حاسس إن أنا من أبناء البلد دي. ليه؟ لأن البلد هنا بيعطي للمستثمر وبيسهل له زي ابن البلد بالظبط. مفيش فروق، حقك بتاخده. يعني أنا حاسس إن أنا يعني ممكن أنا في بلدي ممكن حقي يضيع مني، لكن هنا ما يضيعش. لأن هنا في قانون، وأنا جربت كذا تجربة قبل كده وكذا في مواقف، خلاص في قانون بيتطبق إذا كنت أنا مغترب أو من ابن البلد. يعني في مساواة، في عدل، في أمان، في حب. صراحة يعني مش انت عشان تسألنا انا هقول ده، حاجة ديت على طول في قلبي دايما اقول ان فعلا البلد هنا يعني الله يحفظها ويحفظ شيوخها وكل الناس الموجودة، لان احنا لمسنا هنا فعلا في الشعب الطيبة والحب. يعني مش الناس كلها، مش اقول لك لمصر بس، الناس كلها طيبة، مساواة، عدل، لباقة، احترام، كل ده لمسناه في البلد. نتمنى ان البلد دي تزيد وتعلى ويتعم بالامن والرخاء فيها وتستمر على الزياده اللي هي فيها وعلى الانطلاق اللي احنا بنشوفه وحاسينه في البلد. ويعني الناس كلها بتتكلم، يعني احنا مصر عندنا كلمه دبي دي يعني حاجه اي حد بيسمعها في ودانه من اي مكان يقول لك دبي ديت. ده غير ما يجي خلاص، يعني لما تنزل انت دبي الله تمام يا باشا، الله يسهل لكم هناك. أنا بنسمع كذا كذا من الطيبة والأمن والأمان هنا واستقرار، ودي فعلا بنلمسها هنا. صحيح. أنا مفيش فرق بينه وبين واحد، مفيش واحد عمل لي مشكلة مرة من أهل البلد. صحيح. يعني وديت حاجة كويسة يعني مش موجودة في أي مكان. صحيح. طبعا الله يديمها فخر على جميع دول العربية الإمارات العربية المتحدة. طبعا يا رب. في نهاية هذا البرنامج خاصة مع الحاج أبو محمد، المايك معك والكاميرا من أمامك، لمن توجه رسالة شكر كان داعم لك في قصة نجاحك في داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها؟ والله كلمة الشكر بتاعتي أنا بوجهها للشيخ محمد بن راشد الزعيم الصح، لأننا هنا تعلمنا حاجات كتير ما كناش متعلمينها، وده أنا بشكره على الوضع اللي موجود اللي احنا لابسينه وعايشين فيه، ده وشعب الإمارات جميعا والناس كلها والأمة العربية كلها.